إقليم الجند هو أحد أقاليم اليمن الستة التي من المزمع تفعيلها في الدستور القادم ليكون منطقة حكم ذاتي فيدرالي في جنوب غرب اليمن. ويضم إقليم الجند ولايتين هما تعز وإب وعاصمته تعز. وجاء إطلاق اسم الجند على الإقليم بالاستناد إلى الأهمية التاريخية التي اكتسبتها شهرة جامع الجند الذي بناه الصحابي الجليل معاذ بن جبل في السنة السادسة للهجرة حين ابتعثه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة اليمنيين إلى الإسلام. إقليم الجند يشمل كلا من ولاية تعز عاصمة الإقليم وولاية إب، وهما متداخلتان من حيث العادات والتقاليد واللهجات، حيث يتميز الجميع بنفس اللهجة تقريبا عدا المناطق الشمالية في ولاية إب، حيث لهجة أهل تلك المناطق أقرب إلى لهجة أهل إقليم آزال. وتصل مساحة الإقليم ل 15560 ألف كيلومتر مربع. يمتاز إقليم الجند بموقعه الجغرافي وطقسه المعتدل وتاريخه الضارب في القدم، فهو يعتبر وجهة سياحية جاذبة لعشاق التراث ومحبي السياحة الجبلية، ومركزا اقتصاديا مدعوما بميناء المخاء التاريخي والاستراتيجي. كما أن الإقليم يمتاز بوفرة في معالمه الأثرية والتاريخية، حيث قطنت فيه العديد من الدول القديمة واتخذت من إب وتعز عواصما لها، فكان الإقليم حاضرا بقوة وشاهدا لفترات من الازدهار والحضارة القديمة. ناهيك عن المناطق والمعالم السياحية الكثيرة والمتنوعة التي يزخر بها الإقليم، فإب التي تتفجر ينابع الطبيعة في أوديتها ومرتفعاتها كاسية المدينة بفرش أخضر قل أن تلقى نظيرا له في عموم الجمهورية. والحالمة تعز عاصمة الإقليم تنفرد في تاريخ اليمن بمكانة ثقافية واقتصادية واجتماعية، إذ تمتاز بثراء وتنوع ثقافي وفكري، وهي تسجل حضورا بارزا في المشهد اليمني على المستوى السياسي والثقافي والشعبي على مراحل التاريخ. تتنوع المعالم السياحية شقيها التاريخي والطبيعي في كلتا الولايتين تعز وإب. ومن أبرز المعالم التي يشتهر بها إقليم الجند التالي: قلعة القاهرة وسور تعز القديمة، الباب الكبير، باب موسى، المدرسة المظفرية، المدرسة الأشرفية، المدرسة المعتبية، جبل صبر، وادي الضباب، منتزه السكون، قرية ثعبات، حمامات هبران، قلعة البينيان، حصن عرافة، حصن حب، ضريح الملكة أروى، جامع الملكة أروى، متحف مدينة جبلة، مدينة برايم القديمة، مسجد تثيد، وادي الجنات، وادي عنا، وادي بنا. المعالم والدرر ثانية.